حمدا لله أنا صائم وجد حل الليل أنا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته خلقكم من تراب ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك يتفكرون
وألوانكم إن في ذلك لآيات Yeah.
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله.